ارتداء القناع الواقي وتعقيم اليدين شرطان أساسيان ليدلي كريم بصوته. ظروف صحية استثنائية ميزت الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في ظل انتشار فيروس كورونا. وجينا لقينا كاع الناس خايفة، دايرين لي بافات، السائل كل شيء كاين هنا الحمد لله، وفوطينا والناس راهي خايفة، تباعد كاين تباعد وكل شيء. بارابور لو كوفيد كان كاين لي جيل، فوفروا لنا كل ما نحتاجوه لي بافات. البروتوكول الصحي المرافق لسير العملية الاستفتائية عرف التزاما بمراكز الاقتراع بوهران، خاصة ما تعلق باحترام التباعد الجسدي ونزع الستار العازل. كما تشوفوا يعني البروتوكول الصحي راه يتم احترامه بطريقة يعني سيستيماتيك كما يقولوا، احنا نعطوا فيه كل المستلزمات المتعلقة بهذه العملية من المعقمات وكذلك حتى للانجات وكذلك يعني تشوف بعض الاحتياطات اللي تم اتخاذها حتى يعني لو تيسيو ايزولوار هذاك تنحى، دونك حتى المواطن انه ما يمضيش حفاظا على الصحة نتاعو يقوم غير بعملية البصمة ويروح في كل اريحية. مثل هذه الاجراءات تهدف الى ضمان سلامة المواطن وهو يؤدي واجبه الانتخابي، فصحة الفرد من صحة محيطه.